أحد سقطرى المجيد. في هذا اليوم كتب مواطن محافظة أرخبيل سقطرى سطرا مضيئا في تاريخ محافظتهم واليمن. من كل زاوية في محافظة الأرخبيل توافد هؤلاء المواطنون إلى مدينة حديبو ليحتشدوا في أهم وأكبر تظاهرة تشهدها المدينة في تاريخها، انتصارا لليمن ودعما لشرعيته وللسلطة المحلية في المحافظة. على مدى الأيام الماضية سادت الجزيرة حالة غير مسبوقة من التجاذبات التي مكنت وكلاء أبو ظبي من إخراج العشرات إلى أحد شوارع حديبو لدعم تحركات عسكرية عدائية من قبل الحزام الأمني في الأرخبيل هدفت إلى فرض السيطرة على المرافق الحيوية بدءا من ميناء حولاف. تحدثت الجموع الحاشدة في تظاهرات الأحد بلغة القانون في مقابل لغة التحريض ضد صيغة العيش الأخوي المشترك، عبر استهداف فصائل سياسية بعينها وإعادة إنتاج الوضع المأساوي ذاته الذي ترزح تحته محافظات جنوب البلاد. وحدة الكلمة والموقف كانت المضمون الأهم في الرسالة التي صدرها هؤلاء لكل من يهمه الأمر. وزاد المرجع القبلي البارز في الجزيرة الشيخ عيسى سالم بن ياقوت أن اعتبر خروج هذه الأعداد الغفيرة والكبيرة من أبناء سقطرى رداً على كل المشاريع الصغيرة التي تحاول النيل من سقطرى وأمنها واستقرارها. وأضاف ياقوت إن سقطرى ليست للبيع ولن تكون إلا مع الدولة الاتحادية، ولن تقبل أن تكون لعبة بيد الإمارات التي دعمت ثلة من أبناء سقطرى لبث الفرقة ونشر الفوضى من خلال تشكيل ميليشيات مسلحة خارجة عن إطار الدولة، مؤكداً استهجان أبناء أرخبيل سقطرى الشديد لمحاولات تمزيق النسيج الاجتماعي السقطري من خلال شراء ولاءات بعض المشايخ والأعيان وبعض القيادات العسكرية لنشر الفوضى ونقل ما أسماه النموذج العدني إلى سقطرى. الشيخ ياقوت نصح الإمارات باحترام سيادة اليمن وبعدم التدخل في القرارات السيادية وبكف الأذى عن سقطرى، وبأن على مندوبها أن يعي ويفهم رسالة أبناء سقطرى من خلال هذه الحشود العظيمة التي خرجت لدعم الشرعية وللوقوف مع مشروع اليمن الكبير وضد مشاريع التقزيم. بيان شيخ سقطرى ذكر الإمارات ومعها قائدة التحالف بأن الهدف من تدخلهما العسكري في اليمن هو دعم الشرعية والدولة وليس التآمر عليهما والنيل من قياداتهما والقضاء عليهما.